خديجة دي بالمعالجات الروحانية. هو المعالجة الروحانية. بصوا بقى يا جماعة، موضوع أم خديجة ده تلخص في أنه طبعا دي قرطاسة كبيرة جدا، عملية نصب طبعا، وللأسف الشديد أنه اللي بيدي فرصة للنصابين اللي زي دول أن هم يستمروا ويكسبوا وينتشروا هو المواطن اللي بيروح لهم. طبعا أم خديجة دي ليها إعلانات على بعض القنوات التلفزيونية أو القنوات الفضائية اللي ملهاش ترخيص وبتبث من خارج مصر، فوصلت لعدد من المواطنين. الصدمة الحقيقة أنه ما أقدرش أقول أنه الجهل هو اللي كان مسيطر على اللي تواصلوا مع أم خديجة. خليني بس أقول لحضراتكم في البداية، هي العصابة اسمها أم خديجة، إنما في حقيقة الأمر ما فيش أم خديجة أصلاً المغربية، يعني فيش شخصية وهمية اسمها أم خديجة المغربية. دي يعني حضراتكم بعض الإعلانات اللي هتلاقوها ممكن على السوشيال ميديا، هتلاقوها على القنوات التلفزيونية اللي هي بتبث من الخارج، ودول الناس اللي تم القبض عليهم. هم العصابة من سبع أشخاص. سبع أشخاص.